خبرنا الثالث يقول: جمعية حفظ النعمة في مكة تقول فائض طعام مكة يزوج 800 شاب. معنا في هذا الموضوع الأستاذ أحمد المطرفي، وهو مدير عام مشروع وقف حفظ النعمة في مكة المكرمة. مرحبا بك أستاذ أحمد. حياكم الله. يا مرحبا. الله يحييك أستاذ أحمد. يعني إحنا نبغى نأخذ منك تفاصيل أوسع فيما يتعلق بهذا الخبر، تفضل. بالنسبة لمشروع حفظ النعمة، هو السقاية والإطعام الخيري بمكة المكرمة، هو تأسس المشروع قبل 4 سنوات تقريبا و5 سنين، يهدف إلى جمع الفائض من المنطقة المركزية والمناسبات قصور الأطناح والمناسبات والاستراحات في مكة المكرمة. ولله الحمد والمنة نمتلك أسطول من السيارات، ما يقارب 35 سيارة متحركة تجوب أحياء مكة في الليل والنهار، وكذلك المنطقة المركزية لجلب الفائض. وعدد العاملين تقريبا ما يتجاوز 50 عامل على ثلاث الفترات. جميل. لكن أستاذ أحمد، كيف الفائض، يعني فائض الطعام، ممكن أنه في مكة يزوج 800 شاب؟ هذا بالنسبة ل 800 شاب إحصائية عام كامل. إحصائية عام كامل السنة هذه تقريبا ما يقارب 1,000,000 وجبة تقريبا تم الحصول عليها، تقريبا مقاربة 1,000,000 وجبة. الوجبة تكلفتها الطبيعية، تكلفتها الطبيعية ما يقارب 15 ريال كمتوسط. أي وجبة تأخذها من أي مطعم فندقي أو مطعم شعبي أو أي مطعم، أقل وجبة تأخذها ب 15 ريال، عبارة عن رز ولحم وبعض المقبلات أو المشويات أو الكباب والأوصال إلى آخره. نعم. فإحصائية 1,000,000 وجبة تقريبا ب 15، هذه ب 15,000,000 تقريبا. نعم. فهذه تقريبا تزوج عدد ما يقارب 800 شاب مقبل للزواج. نعم. احنا نقدر نقول يعني في اطار هذا الموضوع ان هناك هدر يعني للطعام بشكل عام لم يتم الاستفاده منه. نعم. الكميه اللي احنا حصلنا عليها الى الان تقريبا 40% من اجمالي او توقعاتنا اجمالي للفائض في مكه المكرمه. وذكرت الأسباب حصولنا على 40%، لماذا لم نحصل على 100% أو 90% من الفائض؟ ليش؟ ذكرت بعض الأسباب أهمها. أهمها أحياناً عدم إلزام أمانة منطقة أمانة العاصمة المقدسة، عدم إلزامها بالمطاعم والقصور الأفراح بالتعاون والتعاقد معنا حتى يكون في إلزام، شيء شبه إلزامي نستطيع أن نأخذ. نعم. الفائض. جميل، واضح النقطة دي فيما يخص البلدية. طيب النقطة الأخرى أو السبب الآخر؟ النقطة الأخرى، السبب الآخر، أحيانا نفس المستفيد يعني يتصل علينا في أوقات متأخرة جدا، يعني الفائض الموجود عنده أصبح يعني أقرب إلى الإتلاف من تقديمه إلى المستفيد، فلا نستطيع أن نستلمه. تلف الطعام يعني أحد الأسباب. تأخير. تأخير الاتصال بحفظ النعمة، يعني يتصل علينا على الساعة 5 الفجر أو الساعة 5:30 فجرا، علما بأن الطعام جهز من الساعة 12:00 ليلا. نعم. طيب وغيره؟ هذا سبب. غيره يعني حركة المرور في مكة المكرمة والسماح لنا بالدخول أيام المشاعر، أيام في أوقات الحج ورمضان، في الدخول عند المنطقة المركزية، هذا عائق لدينا كبير جدا. تمنع سياراتنا من الدخول بسبب يعني منطقة تكون مزدحمة بالحجيج وما الحجيج، ونحن نقدر هذا الوضع ويعني مقدرين لهذا الشأن، لكن برضو يجب أن يكون فيه عمل آخر ثلاثة في عملية الدخول إلى المنطقة المركزية حتى نجلب الفائض، لا سيما أن في هذه الأوقات في حج ورمضان تكون الكمية أضعاف مضاعفة في غير الأوقات الأخرى. نعم. شكرا لك الأستاذ أحمد المطرفي، مدير عام مشروع وقف حفظ النعمة في مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.